السلام عليكم يا شباب، النهاردة هنشرح تامن محاضرة في الانترناشنال تريد، وهي تالت جزء في الـ HOCO. طيب، أول جزء عندنا فيها بيتكلم على الـ Factor Abundance and the Shape of PPF. طيب، احنا عرفنا الـ Factor Abundance المرة اللي فاتت واللي قبليها، وعايزين المرة دي نمثلها على الـ PPF. طيب، بيقول لك لو الدولة التانية كانت Capital Abundance، تمام، والسلعة واي كابيتال انتنسيف جود. طيب، طالما النيشن 2 فيها كابيتال اباندنس والواي فيها كابيتال انتنسيف جود، طيب يبقى الدولة التانية تقدر تنتج في الواي اكتر، لان دي كابيتال اباندنس ودي كابيتال انتنسيف، تمام. لكن مش معنى كده ان هي ما تقدرش تنتج اكس، احنا بنقول ان هي can produce more y، تمام. نفس الكلام في الدولة الاولى، لو هي labor abundance والاكس labor intensive، يبقى كده الدولة الاولى can produce more x، ومش معنى كده ان هي ما تقدرش تنتج y، لا هي بتنتج y بس بنسبة اقل، تمام. طيب تعالوا نشوف الرسمة اهي. ادي عندك اول حاجة النيشن 2، هتلاقيها نازلة من فوق اهو، من الواي فوق خالص لغاية الاكس كده، ايه في النص او بعد النص بشوية. طب ليه؟ لان احنا قلنا ان هي بتنتج واي كتير وفي نفس الوقت بتنتج اكس بس مش زي الواي، فهتلاقي اهو الخط بتاعها نازل اهو كده من الواي فوق لغاية الاكس. هتلاقي في النيشن 1 نفس الكلام، من الاكس فوق لغاية عند النص عند الواي كده. ليه؟ لان هي بتنتج اكس اكتر في النيشن 1، لكن مش معنى كده ان هي بتنتجش واي، هي بتنتج واي بس حاجة بسيطة. طيب، بعد كده بيقول لك HO theory states that. طيب، النظرية بتاعتنا دي بتقول ايه؟ او عايزة تفهمك ايه؟ ان بيقول لك ان بيبقى في دولة عندها comparative في سلعة وبتصدرها، يعني السلعة اللي عندها comparative advantage فيها دي بتصدر السلعة دي، تمام، اللي بتبقى متاحة في ان هي تنتجها، اللي هي ال انتاج السلعة دي بيبقى فيها intensive والدولة دي بتبقى abundant، تمام، والسلعة دي كمان بتبقى رخيصة مش غالية، يعني ما هي فيها اساسا factor abundant، يعني السلعة دي فيها intensive وفي نفس الوقت الدولة فيها abundant، يبقى السلعة دي هتبقى رخيصة لأنها متوفرة. وبيبقى في سلعة تاني ما فيهاش comparative advantage وبتبقى غالية ومش موجودة ولازم بنستوردها، تمام، بس مش معنى كده ان احنا ما بننتجهاش، احنا ممكن ننتجها بس بحاجة بسيطة، تمام. بعد كده بيقول لك ان السبب الاساسي ان يبقى في كومباراتيف او تجارة عالمية في الدولة او انترناشونال تريد، ان تبقى العناصر دي متوفرة، ودي اساسا الحاجة الاساسية عندنا في النظرية اللي هو الفاكتور اندومنت، ان لازم السبب الاساسي ان يبقى في كومباراتيف ادفانتج او انترناشونال تريد ان يبقى في فاكتور اندومنت، ان يبقى في عناصر متوفرة، تمام. احنا دلوقتي عندنا رسمتين، بصوا كلهم، يعني انت من قبل ما تفهمهم تحس ان الرسمتين دول معقدين وحالتهم حالة، تمام. دي الرسمة الاولى البانل A، ودي الرسمة التانية اللي هي البانل B، تمام. نبتدي بالبانل A. البانل A بيقول لك اول حاجه فيها هنشرحها في النيشن 1، سيبك من النيشن 2 دلوقتي، بيقول لك ان في equilibrium a point A where PPF is tangent to IC1. طيب يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا نرجع للرسمه بتاعه البانل A اهي، ادي النيشن 1 زي الرسمه اللي احنا رسمناها في الاول بتاعه البي بي اف، عندك البوينت A اهي والاي سي 1 اهو، الخط اهو اللي متقاطع في نقطة واحدة معاه، وعندك خط كده هتلاقيه برايس ايه متقاطع معاه. طيب
ده هنا بيقول لك ان دي الاكوليبريم بوينت بتاعت النيشن 1. طيب معنى ايه الكلام ده؟ او هو عايز يقول لك ايه؟ دي نسيبها لما ندخل على الدولة التانية عشان تبقى واضحة اكتر، ماشي؟ بس هو عايز يقول لك ان البوينت ايه هنا دي، اللي هو البوينت ايه اللي هي عند الايكوليبريم بوينت دي، بتوضح ان دي النقطة اللي هي فيها غياب في التجارة في البرودكشن والكونسومشن. يعني دي النقطة بتاعت البرودكشن والكونسومشن وان مفيش تجارة، يعني هي دي النقطة لما بيبقى مفيش تجارة في الدولة دي، مفيش انترناشونال تريد. خلوا بالكم ان الرسمة دي على بعضها ما فيهاش اساسا انترناشونال تريد، الرسمة التانية هي اللي هيبقى فيها انترناشونال تريد. بعد كده الدولة التانية نفس الكلام اهو، في النيشن 2 هتلاقي اهو خط متقاطع اللي هو الاي داش، وخط تاني متقاطع معاهم اللي هو البي اي داش، ونهاية الخط بتاع الاي سي 1 متقاطع معاهم اهو. يبقى كده الاكوليبريم بوينت بتاع النيشن 2 اهو، اللي هو النقطة اللي فوق دي بتاعت الاي داش والبي اي داش. بعد كده اللي احنا كنا عايزين نقوله ايه هو؟ ان بيقول لك ان البي اي او اللي هو البرايس بتاع الاي اقل من البرايس بتاع الاي داش، تمام؟ يعني البي اكس على البي واي 1 اقل من البي اكس على بي واي 2. معناه ايه الكلام ده؟ تعالوا نطلع على الرسمة تاني. بيقول لك ان انت كل ما بتنزل لتحت كده في الرسمة اللي هو عند الـ A والـ BA وكده، ده معناها ان السعر بيقل اهو، يعني الـ BA دي اقل من الـ BA داش في السعر، لان نسبة الـ PX او الـ برايس بتاع الـ X على الـ برايس بتاع الـ Y اقل من الـ برايس بتاع الـ X على الـ برايس بتاع الـ Y بتاع النيشان 2. يعني انت كل ما بتقل تحت الـ برايس بيقل، لكن اهو عند الاي داش والبرايس اي داش دي البي اي داش دي، ده كده البرايس بتاعها اعلى. تمام. بعد كده عندنا البانل بي، ودي الرسمه اللي هي باينه ان هي معقده اكتر. تمام. طيب واحده واحده كده فيها. بيقول لك ان بعد ما في تجاره، بعد ما بقى في تجاره والنيشن 1 اتفقنا ان هي سبيشاليز ان اكس، والنيشن 2 سبيشاليز ان واي، سيبك من الاي والاي داش، خليناهم بي وبي داش. تمام. طيب يعني ايه الكلام ده؟ طلعنا للبانل بي اهو، بي وبي داش بدل الاي والاي داش. تمام. هي نفس الكلام، وهو نفس كل حاجه، بس هنا بعد ما بقى في جار. طيب ايه الفرق ما بينها وما بين الرسم الاولانيه؟ يعني تعالوا نشوف كده بيقول لك ايه. بيقول لك consumption equilibrium point where price line is tangent to the highest IC، price line اللي هو البي في is tangent to the highest IC. اولا الاي سي دي في الدي وفي الاولانيه اللي هو الاندفرنس كيرف. طيب خلينا متفقين على حاجة، ان هو بيقول لك ان بيبقى فيه more consumption at IC2. طيب ازاي؟ انا مش فاهم اهو. شايفين ال IC2 دي كده فيها more consumption ليه؟ لان كل ما ال indifference curve يبقى اعلى او فوق اكتر، يبقى فيه satisfaction اكتر. طيب لما هو بيقول لك ان في انترناشونال تريد في الرسمه الثانيه، طب ايه اللي اختلف عن الرسمه الاولى؟ اللي اختلف عن الرسمه الاولى ان احنا هنا عندنا الاي والاي داش. طب ايه الاي والاي داش دول؟ دول بتوع الدوله الاولى والدوله الثانيه. طب ليه بقوا موجودين؟ عشان هنا بيقول لك ان بعد ما بقى في انترناشونال تريد ظهرت النقطه دي في الانديفرنس كيرف اللي فوق، عشان بقى في ساتسفاكشن اكتر. ما هو بقى في انترناشونال تريد اكتر، فبقى في ساتسفاكشن اكتر في الاندفرنس كيرف اللي هو اللي تابع للكونسومشن. تمام. على عكس الرسمه الاولى كنا بنقول ان كده مفيش، كان الاندفرنس كيرف اساسا بص كان بعيد ازاي، ملوش علاقه باي حاجه.
الاندفرنس كيرف التاني، تمام؟ فلما بقى في انترناشونال تريد بقى في بينهم ايكوليبريم مع البي داش والبي العادية اهو، اهو هتلاقي في عندنا كده اهو خطوط متواصلة ما بينهم، نقط متواصلة في الإيكوليبريم مع الإنديفرنس كيرف. طب ده يدل على إيه؟ قلنا إن هو ظهر فوق أهو الإي والإي داش، دي يدل إن الإنترناشونال تريد خلت فيه ساتسفاكشن عالي، وخلت إن ظهرت الإي والإي داش اللي هي بتاعت الكونسبشن والساتسفاكشن العالي. تمام؟ تمام، هو جزء معقد بس أنتوا تفهموه بالراحة. تمام؟ تمام. بعد كده اخر حاجة عندنا اللي هي يعني هو جزء بسيط، احنا هنكمله المحاضرة الجاية، يعني الدكتور هنكمله المحاضرة الجاية، هو اللي هو Factor Price Equalization Theorem HOS. طيب ايه الاس ده؟ ده عالم تالت دخل معاهم في النظرية اسمه سامويلسون. ده عالم تالت دخل مع العالمين اللي هم مؤسسين النظرية. طيب يعني ايه الكلام ده؟ برضو بيقول لك ان العالم الجديد ده دخل في النظرية دي معاهم، والنظرية دي اساسا افتراضية يعني مش اساسية، يعني هي اساسا مبنية على الـ HO theory، يعني النظرية دي اساسا مبنية على نظرية اساسية تانية. تمام تمام، ولازم تكون النظرية دي موجودة ومتحققة، يعني طالما في HO theory يبقى في النظرية دي، لو مفيش HO theory امسحوا النظرية دي. تمام. بعد كده بيقول لك ان النظرية دي هتبقى موجودة ومتحققة لو كل الاسامشن بتاعها زي ما قلنا الـ HO theory موجودة. فبيقول لك النظرية دي عايزة تقول لك ان هي هتحقق ان كل الاجور وكل الاسعار في كل الدول في العالم هتبقى متساوية، والتجارة العالمية أو الانترناشنال تريد هتخلي كل حاجة، كل حاجة حتى الأجور وكل حاجة هتبقى متساوية في كل الدول، يعني العامل مش هيضطر ان هو يسافر بلد تانية عشان ياخد نفس الأجر، لا وهو في مكانه في نفس البلد هيبقى الأجر هو هو، وده اللي احنا هنعرفه بالتفصيل المحاضرة الجاية ان شاء الله. يا رب تكونوا فهمتوا، وطبعا انا عارف ان الرسمتين معقدين، واي سؤال فيهم انا موجود، انا ممكن ابقى مش عارف مثلا اشرحهم كويس او ايا كان، انا حاولت اشرحه لكم على قد ما اقدر، وانا موجود لو انتوا احتجتوا اي حاجة يمكن اقدر اديلكوا تفاصيل فيها اكتر. وشكرا.